مرحبا. بعد خبر وفاتها بحادث سير تصدر اسم الناشطة بمجال حقوق المرأة نادين جوني الترندز على موقع تويتر، حيث انتشرت صور إلها وتغريدات عبر اللبنانيين يلي عرفوا نادين ويلي ما عرفوها من خلالها عن تأثرهم بقصتها وقوتها وكل الظروف الصعبة اللي مرقت فيها، خاصة محاربتها للحصول على حضانة طفلة من خلال حملة حضانتي ضد المحكمة الجعفرية. من التغريدات منقرأ بادي يلي كتبت: كل أم خسرت اليوم صوت، كل امرأة خسرت اليوم صوت، خسرنا صوت عالي. أريج سليم قالت: ناضلت من أجل حق أساسي من حقوقها، ناضلت من أجل كل امرأة وكل مظلومة ومظلوم، نادين رح تبقى ذكرى جميلة. أما باسكال مشعلاني فغردت: عن جد حرام حدا يبعد أم عن ابنها أو الولاد، لا قانون ولا حق. الله يرحميك ونفسك بالسما، كل يوم لما يكبر ابنك رح يفتخر فيك ورح تضلك ملاك الحارس. وأيضا تم تداول بوست نشرته نادين من 3 أيام كتبت فيه صورة لابني كرم بأول يوم مدرسة، إن هذه الصورة غير موجودة بسبب حرمان الطفل من أمه، بس أنا بتخيلك مثل ما بدي يا ماما، لأنه نحنا ما بحق لنا نشوفكن يا ماما، لأنه نحنا منتقاصص، لأنه نحنا أمهات. بخبر مختلف، وبعد ما صدر التعميم عن رئاسة الجمهورية بيمنع المس بالأمن النقدي والاقتراحات بحبس الصحفيين أو أي حدا بيتعرض للمقامات الرسمية، انطلق هاشتاغ بفوت على الحبس على تويتر، وأصبح من الترندينج هاشتاغز انتقدوا من خلاله الناشطين اللبنانيين هالقرار يلي أثار غضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. من التويتس بقرأ يلي نشرها حساب تحت اسم جبل العز يلي بتقول: وسعوا الحبوس لأنه شعب تعود على الحرية ما فيك تقمعه حتى لو اعتبرت حالك بي الكل. أما فهد سعد فنشر صورة لرئيس ترامب وصهره وعلق أن صورة لثنائي أسوأ رئيس وصهر بالعالم. فؤاد طرباي كتب تحذير إلى جميع المواطنين اللبنانيين العاديين: عليكم الامتناع عن استخدام هكذا تعبير نابية على شبكات التواصل الاجتماعي لأنها قد تؤدي بكم إلى السجن. ونشر فيديو كمان علق عليه حسين سمرة بمحطات مشرقة وأقوال خالدة لصاحب العهد القوي الذي أصبح اليوم يمنع المواطنين والناشطين على مواقع التواصل من التعبير عن رأيهم وانتقاد سياسة العهد عهد القمع. حد خريين حاطينه على شاشة التلفزيون. وين الحيوان؟ شو الشعب الطز هيدا؟ شو السياسيين الطز؟ لا أنت ولا كل شيء شايف حالك فيه بتوصل لتحت زناري أو طا من بطن السقاية. وإذا الناس غشم لازم يقال. انتقلت اليوم بإحدى الصحف الواطية المنحطة المستقبل. أنا حيوان. ينقبري حقي مثل ما بده، فإذا مش مين ما كان بدق بالتوتر العالي وبيضل طيب، توتر العالي بفحمه. كذاب ابن كذاب ابن كذابة. بقول لك إن كان سعد الحريري أو الملك أو رئيس جمهورية أو إنسان بالشارع، كذاب ابن كذاب. وصلوا لدرجة من النزالة ما بقى في أوطى من هيك. لهون بنكون وصلنا لنهاية ترندز اللي فيكم تتابعونا على فيسبوك وفيكم تتابعوني على انستغرام وتويتر. لاقونا بكرة لأخبار ترندينج من السوشيال ميديا.